شو صار؟ ولا شي، ناطرين تليفون من قدرات. هو بده يعني اختار بيناتهم. اختار واحد من أولادي. بده مني ضحي بواحد منهم. شو رح نعمل هلأ؟ الوقت خلاص، وهلأ رح نتصل ولنشوف إذا جلال اتخذ قراره. بدنا نستنى تليفونه؟ ما رح ترد جلال؟ إذا ما رديت عليه ما رح يتغير هلأ شي؟ رح ترد على الموبايل؟ أنت مجبور. شغل السبيكر لنسمع. أخذت قرارك جلال؟ بعرف صعب كتير تفترق عن اللي بتحبهم، بس ما عندك خيار تاني. إذا ما أخذت قرارك رح يروحوا الاثنين. بعيد لك السؤال مرة تانية، مين راح يعيش منهم، الكبيرة ولا الصغير؟ قدرة اترك أولادي وخدني أنا بدالهم. ها، شو اللي عم تقوله يا جلال؟ إذا ما أخذت قرارك أنا راح أخذ قراري. وقف 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 ودقيقة، بس دقيقة شوي، رح أحكي دقيقة. طيب يلا عم اسمعك. السؤال، بنوتك الكبيرة ولا الصغير؟ الكبيرة. ما سمعتك جلال. بنت بدي بدي مالك تعيش؟ ايش وعلي، راح اعمل اللازم لك. جلال، قلت ملك، بس مصطفى رح يجي؟ رح يجي مصطفى؟ أنت متأكد؟
بابا انت قلت الكبير ملك مصطفى رح يرجع على البيت. أمي شو في ابني؟ الواطي قدرة أخذ ملك يا أمي، رح يترك مصطفى ويقتل ملك. أنت شو عم تقول؟ معقول يقتل ملك؟ لكن أنا لازم أحكي مع قدرته فورا. شو هالمصيبة؟ أمي عملي جهدك بترجاكي، إذا بتقدري تعملي أي شي عمليه فورا وخبريني شو بصير. خير شو في خالتي؟ لا تسأل عن شي يا فاضل. ابني أنت خليك بالمطعم، أنا طالعة. خالتي رايحة تحكي مع هداك الزلمة؟ إيه أنا لازم أحكي مع قدرته فوراً. دير بالك. إيه؟